السلام عليكم متابعي قناة تي اتش 8 بروفيشنال مع فيديو جديد والذي سنقوم به بمراجعة لتطبيق كامبلي. عفوا كامبلي هو لتعلم الإنجليزية وهو أفضل تطبيق وجدته لحد الآن في بلاي ستور في العالم. لتتعلم لغة إنجليزية بفصاحة كاملة عفوا مع أفضل المدرسين اللغة بالعالم نقول في أمريكا، مدرسين موهوبين 100%. فتطبيق وعدتكم به، فتحت مع الشركة وتحدثت مع الشركة وعطتني 5 دقائق مجانية وعطتكم كود الذي هو الذي يظهر الآن في الشاشة رايان في 0. ودار الكود سيعطيكم 10 دقائق أو 5 لا أعرف، المهم يعطونكم. وإذا لم يعطونكم اكتبوا لي في الكومنت وسأحل لكم المشكلة. جيد، هذا التطبيق نقوم بمراجعته والتحدث مع أحد الأساتذة ويعطونا بعض النصائح حتى تعلموا اللغة الإنجليزية بفصاحة. وابقوا معنا لتعرفوا المزيد ولا تنسوا اللايك وسبسكرايب للقناة. التطبيق هو الذي ترونه الآن أمامكم، ترون كامبلي أو اسمه. ندخل إليه الآن ونتعرف عليه معا. هذه واجهة التطبيق. هنا الخيار الأول هو تسجيل الدخول عبر الفيسبوك، الدخول عبر الإيميل. نكتب إليها، تضع الاسم الذي وضعته والمود باس كلمة المرور. تدخل عادي لتسجيل، تضغط إلى هناك، أريكم، تضغط إلى هنا، تضغط سبيمو وضع إيميلك، الاسم الذي وضعه، كلمة المرور، الكود الذي وضعته لكم هو R أو فان يجري او ان او اف اي صفر. هذا هو الكود، ضعوه في هذه الايقونة في اسفل، في الاسفل. الان لما يعطونكم 10 دقائق او 5 او 4 ساعة او 15 دقيقة لا اعلم. المهم اذا لم تنجح هذا الكود اكتبوا لي في الكومنت ربما اعطيكم كود اخر. جيد، بعد التسجيل تضغطون على هنا كان كونت وتدخلون عادي جدا ويبقوا معنا حتى نتحدث مع أساتذة ويعطونكم بعض النصائح تعلم اللغة الإنجليزية. يبقوا معنا. عند التسجيل تجدون هذه الواجهة، هنا تضغط هنا لتأتيك معلم وتبدأ في الدراسة في الحديث معه. في الحديث هو الذي يعلمك، تبدأون في حديث و تبدون في حوار، تتكلم معه، يتكلم معك، يعطيك بعض الأسئلة الشائعة التي مثلا إذا ذهبت إلى أمريكا يسألونك نفس هذه الأسئلة، فتكون في استعداد وتعرف ما تقول لهم ويعلمونك شيئا مفيد. هنا الأساتذة موجودون، هذو هما هنا، هذو كل هؤلاء كلهم أساتذة. وهيدا هنا السابجكت كما ترون، هذه السابجكت لا أعتقد أنها مجلات كنت أقدر قراءتها. المهم هنا سنجد ال هنا هو الهوم عربية، هذا دقائق مجانية، هنا رسائل، هنا إذا أنت مشترك معهم. عفوا، هنا الكود مثلا تضع كود او تشتري دقائق او تشتري تعرفون. هنا اسيد تحدث معهم، واذا اردت ان ترسلهم هنا اذا تخرج من تطبيق ام حساب. الان اتحدث مع امريكي، سأعطيكم فقط معلومة. حينما تجرب تطبيق اول وتتحدث مع اول شخص باللغة الانجليزية تظن نفسك لا تفقه شيئا هذه اللغة، رغم انك تعلمت 6 سنوات 20 سنة تظن نفسك، عشر سنوات تظن نفسك لا تعرف شيء، لا تفقه اي شيء من هذه اللغة. اخذ معلومة، فهذه 5 دقائق تحدثت مع شركة وعطتني ايه هي اياها. ونبدأ مع الحديث مع الاساتذة. تدور دقيقة يكون جاهز. جيد،
آسف إخواني المتابعين، لكن الهاتف لم يكن سجل عندما تحدثت مع الأستاذة. هذا سيكون الفيديو الذي تحدثت مع معلمة، فتطبيق سجل جميع المحادثات التي تحدثتها على الشكل التالي الذي ترونه الآن. ابقوا معنا لتعرفوا ما تكلمته مع أستاذة وأعطتكم من نصائح تتعلموها الإنجليزية وتستخدموا كامبلي. What is your name? My name is Ryan. Ryan? Yes. Sorry. It's nice to meet you. I'm Lorna. Good. Where do you live, Ryan? Excuse me. I did read this application for the content of my followers and YouTube. Can you give me advice of my followers to read English? Okay, what do you want? Can you give me advice of my followers to read? Advice? To read English. To read English? Yes. They should try Cambly. Like you're doing, they should sign up for Cambly. And then they can find a tutor, an English tutor, from anywhere around the world that can teach them English. سأعطيكم الآن بعض المميزات التي يتميز بها تطبيق كامبلي عن المعاهد المتواجدة الآن. هو يوفر عليك المواصلات، يوفر عليك نقود التعليم، فهو اقتصادي أكثر. فعندما شرحت لكم أيقونات وذكرت لكم إنها 90 دقائق، إذا هناك مقارنة بينهما. واو، يمكنك الدراسة في أي وقت تريده أنتم. لكن هناك ملاحظة أخيرة سأقولها لكم، الذي قالت الأستاذة نشيتها قبل حين، قالت لكم أن كامبلي تطبيق يجب عليك الالتزام. مثلا إذا كنت تريد تحدث مع معلم واحد عليك الالتزام. مثلا أقول لك سأكون على السادسة مساء، أنتظرك، تلتزم بالوقت وتتحدث مع الأستاذ تريده يعلمك أشياء. فهمتم؟ هذا إذا كنت تريد بقاء مع أستاذ واحد. أما إذا كنت تريد التغيير، هناك كثير من السيدة في أي وقت يمكنك الدراسة. وهذا فيديو هذا هو فيديو لليوم. ولا تنسوا اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. وإلى فيديو قادم إن شاء الله. إلى